الحقيقة في زمن الإغريق، يعني في زمن بعثة النبي عليه الصلاة صلى والسلام، الله عليه وسلم، كان التفسير العلمي المقبول في ذلك الوقت لظاهرة البرق والصواعق أن هناك إلهاً اسمه الإله زيوس. كان هذا الإله يجلس طبعاً حسب زعمهم فوق الغيوم وبيده عصا، كلما أراد أن يعني يعاقب البشر فيضرب هذه العصا فتحدث هذه الصواعق وهذه ضربات البرق هذه. نعم. فكان هذا التفسير العلمي في ذلك الوقت، هكذا كانوا يفهمون البرق. نعم. حتى جاء القرن العشرين عندما أدرك العلماء أن هذا البرق هو ظاهرة طبيعية، وأن درجة حرارة شعاع البرق تصل إلى 28 ألف درجة مئوية، يعني أعلى من حرارة سطح الشمس بكثير. وهذا البرق أيضا أنت لا تستطيع أن تتنبأ أين سيضرب، يمكن أن تتنبأ نتيجة العواصف الرعدية وحالة الطقس، تقول من المحتمل أن يحدث برق، ولكن ما هو المكان الذي سيضرب به هذا البرق لا يستطيع أحد أن يتنبأ. لماذا؟ لأن الجو كله مكهرب ومشحون بشحنات تكون في الغيمة، شحنات سلبية في أسفل الغيمة، فعندما تنزل هذه الشحنات باتجاه الأرض تصطدم مع الشحنات الإيجابية الموجودة فوق سطح الأرض، فيحدث انفراغ كهربائي، وتحدث ما يسميه العلماء بالضربة الراجعة، وبالتالي كل هذه العملية تحدث خلال طرفة عين، خلال جزء بسيط من الثانية. سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم، ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ بالفعل عندما قاس العلماء زمن مرور ومضة البرق، زمن مرور هذه الشحنات من السماء أو من أسفل الغيمة باتجاه الأرض ورجوعها، وجدوا أن هذه المدة تساوي تقريبا طرفة العين. نعم. الآن هذه الصواعق عندما حللها العلماء وجدوا أنه بالإمكان في بعض الأبنية أن تتفادى هذه الصاعقة بوضع ما يسمى بمانعات للصواعق، أو بحيث تضع قطعة معدنية تتفرغ تمتص هذه الشحنة الكهربائية الهائلة. نعم. على الرغم من ذلك البرق يقتل المئات سنويا، ولا يستطيع الإنسان مهما حاول أن يتقي شر مثل هذه الصواعق. سبحان الله. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني في آية كريمة يقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ويقول في آية أخرى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فيمكن أن نقول إن هذه الصواعق هي من جنود الله سبحانه وتعالى، يسخرها ويصيب بها من يشاء، مثل البرد، مثل المطر، مثل الرزق، يصيب به من يشاء، يصرفه عمن يشاء. وبالتالي هذا الجندي عندما يضرب منطقة معينة لاحظ العلماء أن هذه الموجات من البرق أو الضربات من البرق غالبا ما تتجنب البشر. نعم. يعني لو كانت عشوائية، هذه ضربات البرق لو كانت عشوائية لقتلت ملايين البشر سنويا، ولكن سبحان الله من رحمة الله أن هذه الصواعق غالبا يعني 99% تضرب مناطق غير مأهولة. كذلك لاحظوا أن النيازك التي تنزل من الفضاء الخارجي لو نزلت عشوائيا، حسب ما يدعي بعض العلماء أن القضية كلها عشوائية،
لو نزلت عشوائيا أيضا لقتلت آلاف البشر، ولكن وجدوا والآن لم يجدوا تفسير لهذه الظاهرة. نعم قالوا لماذا هذه النيازك غالبا تنزل في مناطق غير آهلة بالسكان غالبا؟ فهذا يقودك لقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. آيات آيات فأنت ترى هذه الآيات من حولك، يعني الإنسان على فكرة هو أكثر مخلوق محفوف بالمخاطر، بالبرق، بظاهرة السونامي، بالأعاصير، بالأوبئة، بالأمراض، يمكن أن يأتي نيزك غير محسوب يضرب منطقة معينة فيفني مدينة بأكملها. محفوف بالمخاطر، وضعك الله عز وجل وسط هذه الأخطار وأمن لك الحماية الكاملة سبحانه. لكي تدرك نعمة الله عندما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني أنت أيها الإنسان كل هذه الأخطار التي تحيط بك وترى بعينك كيف أن الله يصرفها عنك رعاية لك ولطفا بك ورأفة ورحمة بك، ثم تجحد هذا الإله وتنكر فضله، إن الإنسان لظلوم كفار، تظلم نفسك وتكفر نعمة الله تبارك وتعالى وحفظه لك. وكم من آية يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون. نعم. فهذه وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذه الآيات من حولك وهذه الجنود التي سخرها الله سبحانه وتعالى لكي تجعلك تعود إلى الله، ترجع إلى طريق الله، وتؤمن أن هناك لقاء مع هذا الخالق العظيم. أنت إذا كان عندك لقاء مع شخص مهم أو موعد في موعد عمل، نعم، أو مقابلة عمل أو شيء دنيوي بسيط جدا يعني لا يؤثر عليك سواء نجح أو فشل، على الرغم من ذلك تجهز نفسك وتأخذ الاحتياطات وتجهز ماذا ستفعل وكيف ستقابل هذا الشخص وماذا. طب كيف أنت أيها الإنسان في موعد مع لقاء الله سبحانه وتعالى؟ أنت ستلتقي مع الله، ستعرض أعمالك كاملة أمام هذا الخالق العظيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. الله غني عن صلاتك وصيامك وعبادتك وأخلاقك وصدقتك، وغني عن العالمين. صحيح. ولكن أنزل عليك هذه التحذيرات ليهذبك وليرجعك يقوم سلوكك، أنزل عليك هذه الأمراض لتعود إلى الله سبحانه وتعالى، أنزل عليك، فرض عليك الصلاة لتنتهي عن الفحشاء والمنكر، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فرض عليك الوضوء ليجعلك تحافظ على نظافتك الشخصية ولتتجنب الكثير من الأمراض. هناك دراسة تقول بأن الذين يحافظون على الوضوء لديهم نسبة البكتيريا الضارة في منطقة الأنف والفم أقل ب 99% من الشخص الذي لا يتوضأ. سبحان الله. يعني هي نعمة لك، هي فضل من الله تبارك وتعالى عليك. وبالتالي هذه الجنود جنود الله سبحانه وتعالى هي نعم. لمصلحتك أيها الإنسان. نعم. حتى يتبين لهم أنه الحق.